سبحان الله، سقط هذا العصفور أثناء الطيران وفقد على ما يبدو أنفاسه. طائر آخر الذي لم يدرس CPR الإنعاش يعيده إلى الحياة، وهذا يدل على عجائب قدرة الله جل جلاله. بالله عليك راقب هذا المقطع وسبح الله جل جلاله واذكر الله جل جلاله، لأننا الذي نرى من هذه الآيات، هذه آيات من الله جل جلاله وهذه معجزات من الله جل جلاله. بالله عليك انظر لهذا الطائر وهو يسوي CPR اللي بيسويه كثير من الأطباء أو غيرها، يعني من الممرضين ومن هاي الأمور بيسوي هذا CPR، الإنعاش القلبي. فشوف سبحان الله، طائر، من الذي علمه؟ من الذي علمه أن يفعل مثل هذا الفعل؟ بالله عليكم، من؟ إنه الله جل جلاله، إنه الله، وحد الله، لا إله إلا الله.